بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم وصلنا إلى بحث القلتين، القلتان بالوزن 533 بغدادي تقريبا وبالمساحة هكذا بجن ذراعان عمقا بذراع النجار، وهو ذراع وربع، يعني هذا ذراع النجار، هذه الآلة ذراع وربع بذراع الآدمي، فإذا هذا ذراع الآدمي هو خلقي، ذراع النجار هو صناعي الذي يصنع، ذراع النجار، ذراع الآدمي هو خلقي، يعني ذراع بعض الناس يكون أطول ويكون أقصر هكذا، لذلك قال معتدل متوسط. كيف يستخرج هذا الوزن باللتر؟ عندنا والأئمة قالوا هكذا طريقان، كلتان بالوزن كلتان بالمساحة. فإذا 500 لتر بغدادي، بغدادي معترضه مصري، ها 500 ريتل بغدادي، عندي تعليق، أما الريتل المصري فمية وأربعة وأربعون درهما، خمسمية ريتل بغدادي تقريبا في الأسحابيين. والريتل البغدادي عند النووي رحمه الله 128 درهما، من هذا يمكن استخراجه درهم كم يعني جرام؟ 299 99 تسعة وتسعين لا تسعة وتسعة لا جرامان ثم تسعمائة وخمسة وسبعون ملي جرام، تسعمائة وخمسة وسبعون ملي جرام، هو درهم واحد. هذا الوزن استخرج من الدراهم المحفوظة في المتاحف الإسلامية. 75 نعم. هذا كلام يعني من أين أخذته؟ هذا الذي أقول يعني. وهذا استخرج يعني العلماء الباحثون المعاصرون استخرجوا هذا الوزن من الدراهم النبوية التي تحتفظ عليها في المتاحف الإسلامية العالمية، توجد في بعض المتاحف. فإذا هم وزنوا هذا الدرهم النبوي، كم وزنه؟ ليس درهم واحد، بل هذه دراهم النبوية توجد في كثير من المتاحف. فإذا يعني اتحد وزن هذه الدراهم هكذا قدر. دينار يعني هذا أربعة جرامات والربع بالضبط، وزن الدينار يعني هذا دينار ذهب أربعة والربع، فإذا يكون وزن الزكاة فيه 85 جرام، هكذا الاستخراج. فإذا يمكن لنا هنا إلى الاستخراج، استخراجه يمكن. فإذا الريتل البغدادي كم عنده؟ 128 درهم، أربعة أصبع، فإذا هذا أربعة أصبع يعني نطمئن، فإذا يكون 29،
لسهولة الحساب. فإذا نضرب هذا جراما جرامان و 975 نضربه بكم؟ 198 198 إذا كم المجموع يعني 95 نضربه بـ500 هنا هو 357 نعم درهم واحد يعني نضربه لأن نعدل الرتل البغدادية. كم درهم هذا عند الإمام النووي؟ عند الإمام النووي 129 28 29 129 فإذا صار ريت البغدادي كم هذا ريت البغدادي؟ 357 357.5 383 نضربه بـ500 فإذا يوجد يعني 100 هذا يكون يعني جرام نحول إلى كيلوغرام بقسمتها على ألف بقسمتها ألف فإذا هذا 191 كيلوغرام 191 كيلوغرام هذا بالإتمام بترك الكسر ثم هذا وزن فإذا كيف يكون هذا بالليتر؟ هناك قاعدة يعني الماء الصافي يستوي في الوزن وال يعني الكيلي يعني الماء الصافي كيلوغرام من الماء الصافي يستوي مع لتر واحد من الماء الصافي لا يختلف يعني. هكذا قاعدة عند يعني علماء هذا العلم يعني علماء بأحوال الماء الماء الصافي يستوي يعني فإذا هكذا يمكن يعني تقديرنا فهذا الطريق الثاني الذي يمكن هكذا تقدير من هذا الطريق يعني أنا ذكرت مثالا من هذا الطريق هم قدروا هذا ثم نتجاوز ولا تنجس كل ماء عندكم نسخة لا تنجس فلا تنجس كل ماء ولو احتمال كأن شك في ماء أبلغهما أم لا لا تنجس لا يعني لا تنجس هو صحيح لا تنجس كل ماء ولا احتمال كأن شك في ماء أبلغهما أم لا فإن تيقنت قلته قبل بملاقاة نجس ما لم يتغير به فإذا ذكرنا أن الماء ينجس بالتغير سواء كان الماء قليلا أو كثيرا ينجس بالتغير بالنجس
فإذا لو وقعنا جسم في ماء لم يتغير به ماذا حكمه؟ هذا الذي يبين. يعني وقعنا جسم في ماء لم يتغير به. فإذا هذا سواء كان الماء قليل سواء كان لو كان الماء قليلا ينجس، لو كان الماء كثيرا لا ينجس. أما في التغير ليس فرق بين القليل والكثير، في الملاقاة فرق. لو كان يعني لو لم يتنجس الماء بملاقاة أو بوقوع نجس فيه لا يتنجس، لو كان كثيرا، لو كان قليلا يتنجس. هذا الذي يقول ولا تنجس قلة ماء ولو احتمالا كان شك في ماء أبلغهما أم لا. فإذا هذا يعني الشك يرجع يعني إلى شك نجس الماء وعدم نجسه، نجاسة الماء وعدم نجاسته، فعدم النجاسة هو الأصل. لو شك هل تنجس الماء أو لم يتنجس، فإذا عدم التنجس هو الأصل، لذلك أخذ به. فإن تيقن تضلته قبله، قبل يعني كان الماء قليلا هذا متيقن، بعد ذلك الآن هو يشك هل هو قلتان يعني أم لا. بملاقاة نجس بما لم يتغير به، ما لم يتغير به يعني لو لم يتغير لا ينجس. بملاقاة نجس يعني بمس نجس. وإن استهلكت النجاسة فيه يعني هذا مثلا استهلكت أو استهلكت، فإذا لا ينجس بملاقاة نجس ما لم يتغير به كل طمع. هذا ماء كثير مثلا، هذا قطرة من البول أو يعني هذا قدر يسير من البول وقع في ماء كثير لم يتغير به بل استهلك هذا البول فلا يتنجس. في الماء الكثير الاعتبار بالتغير بالنجس، لو لم يتغير فلا بأس. هذا الذي قال ولا يجب التباعد عن نجس في ماء كثير ولا. ثم هذا لو كان في ماء كثير نجس، ماء كثير حوله نجس جامد، مثلا هذا ميتة فأرة وهكذا يوجد، فإذا هل يجب على المتولي أن يتباعد عن هذا النجس؟ يعني هنا بوقوع هذه النجاسة في الماء لم يتغير لذلك لم يتنجس، فإذا هل يجب على المتولي أن يتباعد أو أن يبعد من هذه النجاسة ويتولى؟ لا، يعني يجوز له من قرب هذه النجاسة يتولى. لماذا؟ القرب والبعد كلاهما سواء، لم يتنجس بسبب كثرة الماء لذلك لا يجب. ثم ولو بال في البحر مثلا، رجل يعني بال في البحر، البحر مثلا او في البئر او في الماء يعني مستبحر كثيرا، فارتفعت منه الرغبة، ماذا تقولون؟ يعني هذا مثل البكرة الذي يعلو الماء، يعلو الماء عند الغليان، هذا هو رغبة، في داخله هواء ثم ينكسر، هذا هو رغبة، فهي نجسة إن تحقق أنها من عين النجاسة. يعني هذا الرجل تيقن أن الرغوة من البول نفسه، فهذه الرغوة نجسة. يعني ثم حينما تنكسر هذه الرغوة هذا يرش إلى ثوب وهكذا، لذلك يذكر هذه المسألة. أو من المتغير أحد أوصافه بها، إما هذا من عين النجاسة أو من الماء، لكن تغير أحد أوصافه بهذه النجاسة فهو نجس. الأول لأنه جزء النجاسة، والثاني لأنه تغير أحد أوصافه هو قليل فنجس، وإلا فلا. يعني لم يتيقن أنها من عين النجاسة ولم يتيقن أنها من المتغير أحد أوصافه بهذه النجاسة لا يكون نجسا. ثم ولو طرحت فيه بعرة، الذي سبق يعني وقوع البول وهو يعني سائل ليس بجامد، فهذا طرحت فيه بعرة يعني نجاسة جامدة، فوقعت من أجل الطرح قطرة على شيء
يعني رشا بسبب إلقاء هذه النجاسة الجامدة في الماء رشا منه شيئا لم تنجسه يعني لا تنجس هذه القطرة هذا الشيء وينجس لماذا لا تنجس لأنها ليس من النجاسة الملقاة هي جامدة لم يتغير أحد أوصافه هذا ليس بمتيقن لذلك لا تنجس ثم وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين أو ينجس قليل الماء بأي شيء بالملاقات بوصول نجس إليه هكذا يقول يعني بالملاقات فإذا هذا معترض قوله في ماء قلتا ماء لا ينجس لا تنجس قلتا ماء معترضه ماء قليل وينجس قليل الماء وهو ما دون القلتين حيث لم يكن واردا بوصول نجس إليه يعني بالملاقات هذا تفسير الملاقات وصول نجس إليه ثم هنا قيدان الأول لم يكن واردا ثم الثاني يرى في البصر المعتدل ثم قيد ثالث غير معفو عنه فإذا القول الأول يعني القيد الأول متى ينجس الماء القليل بملاقاة النجس لو لم يكن الماء واردا يعني هذا النجس وصل إلى الماء والماء ما وصل إلى النجس الورود عادة يكون جريانه من العلو إلى السفل هذا العلو ليس بشرط مثلا رجل أخذ ماء إلى فمه المتنجس فإذا حينما يأخذ الماء ليس هناك سيلان من العلو إلى السفل بل هذا من السفل إلى العلو هذا أيضا ورود لماذا؟ الماء وصل إلى النجس كذلك ممكن هذا سقف البيت تنجس فإذا هذا بالفضارة يوصل الماء إلى السقف لتطهيره فهذا أيضا من السفل إلى العلو لكن هذا وصول الماء إلى النجاسة ليس وجريان الماء من العلو إلى السفل وهكذا فإذا هذا وصول الماء هذا هو وصول بوصول نجس إليه هذا هو معنى الورود ثم بوصول نجس إليه يرى بالبصر المعتدل ثم ينبغي ماذا أن يكون النجس يرى بالبصر المعتدل فإذا لو لم يكن مقدار النجس مرئيا في البصر المعتدل يعني بطبيعته ليس بالنظارة ولا بالمكبر بآلة تكبير أيضا تلسكوب بل يرى في عادته فإذا لو لم يكن هذا لا يرى بالعادة بسبب قلته يعني قليل جدا مثلا هذا رشة من البول في بعض الأحيان لا يرى بل يعني لو أصاب جلدا يعني يصيب برد هذا يعني هذه الرشة وما ذلك لو نظر لا يرى وهذا القدر لو وقع في ماء قليل جدا فلا بس لا يمس ثم المعتدل غير معفو عنه في الماء ثم القيد الثالث هذا ينبغي ان لا يكون معفوا عنه في الماء لو كان معفوا عنه في الماء لا ينجس يعني هناك مثلا هذا ميتة حيوان لا دم لجنسها سائل سيأتي هذا معفو عنه في الماء هذا ليس معفو عنه في الصلاة مثلا هذا ميتة قال بعولة هذا باب وهذه الحيوانات حشرات كلها سقوط البعرات عند الحلق بعرات عند نعم في في الحليب نعم عند الحلب في اللبن هذا ولو معفو انه في الصلاة كغيره من كغيره ما هو الغير من رطب ومائع وإن كثر ولو معفو منه
غير معفو عنه في الماء ولو معفو عنه في الصلاة كغيره يعني كغير الماء لا ينجس لا هذا ينجس يعني الماء الماء القليل هذا النجس نعم 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 يعني هذا كافي للتمرير فإذا غير الماء القليل أيضا ينجس غير الماء القليل أيضا ينجس غير الماء القليل يعني ليس مراده الماء الكثير بل غير الماء ما هو غير الماء من شيء رطب يعني جامد رطب مثلا هذا ثوب لكن مبلل فيه بلل الماء هذا رطب وكذلك يعني مائع مثلا هذا شاي او يعني لبن او عسل او دهون او طعام اخر السبيط وهذه الاشياء كلها يتنجس بماء لا بوصول نجس إليه يعني بملاقاة النجس وإن كثر يعني لو كان هذا الغير كثيرا جدا هذا غير يعني صنيع طعام هذا أكثر من قلتين فإذا وقع فيه النجس غير معفو فيه يتنجس لا بوصول ميتة لا دم لجنسها سائل وصل إليه ميتة هذا بيان نجس معفو في الماء سائل عند شق علو منها هذا الدم ينبغي أن يكون دما طبيعيا لماذا؟ لأن البعولة وأمثالها لو شربت من جسد الإنسان يعني الدم شربت الدم إذا يسيل وهذا ليس المراد بالدم السائل بل في خلقته وطبيعته عند شق علو منها كعقرب ووزع إلا إن تغير ما إلا أن تغير ما أصابته ولو يسيرا فحينئذ ينجس هكذا يعني هذه الميتة أصابت ماء أو أصابت رطبا أو أصابت مائعا وما ذلك غيرت يعني ممكن هذا كان يعني غيرت لونه بسبب فساده هكذا مثلا هذا عقرب بعد موته بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أسبوع تكون له رائحة قريبة لو وقعت هذا في هذا الطعام أو في الماء القليل ممكن يتغير بسرعة هكذا لو غيرت يعني تنجسه إلا لا تنجسه إلا أن تغير ما أصابته ما أصابته يعني من ماء قليل أو يعني رطب أو ماء كله داخل ولو يسيرا يعني هذا ما أصابته لو كان يسيرا فحينئذ ينجس ثم يعني عند التغير بسبب التغير لا سرطان واللفظ هذا سرطان واللفظ لهما يعني دم سائل أو ليس لهما دم سائل هذا قال بعض العلماء سرطان واللفظ ليس لهما دم سائل لكن لهما دم سائل هذا هو الراجح لذلك فينجس بهما خلافا للجمعين ولا بميتة كان نشؤها من الماء كذلك شيء آخر معفو هذه ميتة كان نشقها يعني ولادتها ونشقها كلها من الماء مثل ما ذكر علق هذا علق يعني علق مائي علق شيء هذا اسم للحيوان هذا هو الراجي السرطان واللقبة لهما يعني دم سائل لذلك هذا لو ماتت ثم وقعت في ماء أو رطب أو ماء تنجس هذا يعني الشيء الثاني ميتة كان نشقها من الماء كالعلق هذا علق يعني ليس نوعا واحدا بل هذا علق بري وكذلك علق بحري أو مائي فإذا هذا علق مائي لماذا هذا مثال لما كان نشقها من الماء
ولو تريح فيه ميت من ذلك ميت من ذلك نجسها. يعني ولو تريح فيه يعني في الماء القليل ميت من ذلك نجسها. ثم هذا والذي سبق يعني لو وقعت فلا تنجس، هذا إلقاء يعني تنجس. فإذا ممكن يكون مع السكر نملة يعني هذا ميتة النملة سكر تأتي إليها النملة، ويعني لو لقيت هذه الميتة في الشاء ينجس. أما لو وقع بنفسها يعني هذا رجل ألقى فيها السكر فإذا معه وقعت فلا بأس. ما معنى علقة؟ علقة يعني هذا حيوان دود صح؟ دود مثل دودنا من أنواع الدود يعني هو أنا أقصد يستعمل في العلاج يعني. نعم سمي علقة لأنه يتعلق بجسد الإنسان. ولو تريح فيه ميت من ذلك نجس. وإن كان الطارح غير مكلف ولا أثر للطرح الحي مطلقا. فإذا هذا تريح هذا الحي ثم مات فيه فلا بأس، يعني سواء كان نشقه منه أم لا، سواء مات فيه بعد ذلك أم لا، هكذا أمام النهاية. واختار كثيرون من أئمتنا مذهب مالك رضي الله عنه أن الماء لا ينجس مطلقا إلا بالتغير. عند الإمام مالك رضي الله عنه توسع كبير، الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء كان قليلا أو كثيرا، يعني الماء القليل لا يتنجس عنده بالملاقاة. عادة المؤلف عندما تنتهي من فرق المسائل في المذهب الشافعي يأتي بالمذهب الإمامي. نعم. يجعله هذا يعني توصية للأمة. يعني حتى يعني ما في الحقيقة هذا توصية، يعني الناس يتضررون في بعض الأحيان بالتليق، فإذا ممكن هذا مثلا هنا ذكرنا مسألة يعني الشيء الرطب والمائي، فإذا هذا لبن كثير فإذا وقع فيه هذا نجس غير معفو منه. في مذهبنا ينبغي أن يترك هذا اللبن تماما. لا لو لم يتغير يعني هذا حكمه كذلك. نعم الرطب يعني عنده هذا التغير، بدون تغير لا ينقص. فإذا هذا والماء والرطب هذه الثلاثة. فإذا في بعض الأحيان الناس يحتاجون إلى مثل هذه التوصية، فإذا هذا صاحب فتح المعين يعتبر هذا، لذلك يبين هذا في جميع الأماكن ننظر حينما يبين هكذا المسائل من المذاهب الأخرى يأتي بالتوسل. كما ذكرنا في مسألة يعني الميت من مات عليه صلاة لا يقضى عنه ولا يفضى عنه، لكن أتى بقول الإمام الشافعي وأتى بعمل الإمام السبكي هذا توصية على هذا الميت حتى يستريح يعني بقضاء وليه أو أهله أو يعني أحد أحبائه صلاته ويستريح بالقضاء بناء على هذا القول. هكذا يعني توصيتنا هذا بيان رحمة الله تعالى، يعني اختلاف أمتي رحمته. ثم لو كان العدد معلوما يقضى بهذا العدد، لو لم يكن معلوما كما قال الفقهاء في حق رجل في حق رجل نفسه رجل فاتته صلوات لا يعلم كم هي، فإذا بين العلماء هنا يقضي ما يغلب في ظنه أنه قضى ما عليه تمام. كذلك هناك أيضا يقضى إذا صلى صلاة ما سواء كانت نافلة أو فريضة يعني بدون نية عن قضاء المتقن فأهدى ثواب هذه الصلاة لميته. لا لو كان
لو كان القضاء عن الميت يجب هذه النية. هو لا يصلي لنفسه لكن بعد ما يعني بعد ذلك يوصل ثوابه. يوصل ثوابه نعم. نعم هذا يصل. لا بأس به. نعم هذا ثبت في الحديث. في نفس الصلاة. يعني في سنن أبي داود حديث. في حق مسجد الأشعر، مسجد الأشعر هكذا هكذا. يعني ورد في هذا في فضل هذا المسجد أنه لم لا يبعث مع أصحاب مع شهداء بدر شهداء غير شهداء هذا المسجد هكذا يكون في هذا المسجد شهداء نعم في آخر الزمان. فإذا ذكر هذا القول ثم بعد ذلك طلب أبو هريرة رضي الله عنه من رجل من أهل العراق هذا مسجد في العراق إذن طلب من رجل جاء من هذا البلد لأداء الحج لقيه أبو هريرة فإذا طلب منه أبو هريرة أن يصلي الرجل في ذلك المسجد ركعتين أو أربع ثم يقول هذه لأبي هريرة هذا يسأل ورد في نعم سنن أبي داود اسم هذا المسجد مسجد الأشعار أشعار 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 نعم كلامي تراجع في مسجد الأشعار أول ما أمر أصبع هذا إذن في مسجد الصلاة هذا الورد الحديث الراجح يعني عندنا يعني في المذهب الشافعي يصل الصواب كله عند الإمام الشافعي رضي الله عنه من يجيب هذا ليس عندهم جواب بل يعني هم نعم نعم مسجد الأشعار نفس الحديث من سنن أبي داود هذا الصفحة رقم نعم رقم الحديث 8304000 من سنن أبي داود تراجعون يعني مسجد الأشعار هكذا سمعت أبي من يقول إبراهيم بن صالح بن درهم ويقول سمعت أبي يقول فإذا هذا صالح من الدرهم ماذا قال اندلقنا حجي فإذا رجل فقال لنا إلى جنبكم قرية يقال لها الأبلة قلنا نعم فإذا هو استفسر عن هذه القرية لهؤلاء الحجي الأبلة فإذا هو قال هم قالوا نعم قال من يضمن لي منكم أن يصلي لي في مسجد الأشعار مسجد الأشعار في قرية الأبلة ما في مسجد الأشعار يصلي ركعتين أو أربعا ويقول هذه لأبي هريرة ثم هو بيّن سبب هذا الطلب سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل كثيرا هذا خليلي خليلي أو ثاني خليلي هكذا سمعت خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث من مسجد الأشعار يوم القيامة شهداء لا يقوم مع شهداء بدر غيره قال أبو داود هذا المسجد مما يلي النهر وبين هنا هذا المسجد هذا ورد في شرع هذا المسجد يتبرك في الصلاة فيه نعم نعم هذا لا يعتبر به ألباني ألباني لا يعتبر به لو كان حديث ضعيفا فلا بأس به هذا من فضائل الأعمال فضائل الأعمال يعمل فيه بالأحاديث الضعيفة نعم إجماعا لا خلاف فيه في فضائل الأعمال يعني هذا أصابت إيصال الصواب ثم بعده والجاري كراكد وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير والجاري كراكد فإذا حتى الآن يعني الظاهر من بيانه أن الذي يبين معنى الماء الراكد يعني هناك يظهر قلة الماء وكثرته وهذا الوزن وهذه المساحة كلها ظاهرة في الماء الراكد لا في الماء نعم الساكن نعم أما حكم الماء الجاري مثله ليس فيه فرق فإذا كيف يعتبر هذا؟ هذا الجاري والراكد؟
الجاري والراكد يعني في الجاري يعتبر جري. هذا جري هذا. فإذا هذا لو كان يجري في المسيل ينظر من ذلك الجانب إلى هذا الجانب، يعني الماء يجري بين جانبين حاشيتين من جانب إلى جانب، ثم ينظر يعني جرية 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 هكذا. فإذا لو كان وزن هذا الماء أو يعني مقدار هذا هذه الجرية مقدار قلتين لا ينجس إلا بتغير، فإلا ينجس هكذا ينظر. كل جرية كل جرية لها حكم مستقل مستقل منها. وفي القديم لا ينجس قليله بلا تغير. ثم بعد ذلك قال لا ينجس قليل الماء قليل الجاري إلا بتغير. هذا فرق بين الجاري والراكد. الجاري لا ينجس إلا بالتغير، يعني مثل قول الإمام مالك رضي الله عنه في الماء مطلق. هذا قول الإمام مالك رضي الله عنه في الماء مطلقا سواء كان جاريا أو راكدا. هذا قول الإمام الشافعي رضي الله عنه في القديم في الجاري فقط، وهو مذهب مالك. هذا موافق للمذهب. قال في مجموع ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح المحلى سواء كانت النجاسة مائية أو جامدة، والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلونه كلتنا. فإذا وهذه النجاسة سواء أصابت يعني النجاسة المائية أو الجامدة كلاهما سواء، لا ينجس الماء الجاري القليل إلا بالتغير. والماء القليل إذا تنجس هل يمكن تطهيره؟ نعم، يطهر ببلوغه قلتين الجمع بلا تغير. ولو بماء متنجس يعني كيف بلغ قلتين بجمع ماء متنجس آخر؟ فإذا في الإناءين ماءان متنجسان بالملاقاة جمع بينهما صار قلتين لا تغير به فصار طاهرا. نعم، حيث لا تغير به. والكثير يطهر كيف يطهر بزوال تغيره، كيف يزول تغيره بنفسه أو بماء زيد عليه أو نقص منه وكان الباقي كثيرا. هكذا شروط. أولا يعني يزول تغيره، كيف يزول تغيره؟ إما بنفسه أو بماء زال تغيره. هذا الماء إما زيد عليه أو نقص عنه. كيف يزول التغير بالنفس عنه؟ مثلا كان التغير بتغير الرائحة، ثم لو كان هذا الإناء الذي يشمل قلتين من الماء لو كان فمه ضيقا لا يدخل فيه ريح، فإذا لو نقص منه ماء يدخل فيه الريح، فإذا بسبب مرور الريح على الماء يذهب يعني رائحته الكريهة، يعني تغيره بالرائحة وتغير الريح يذهب بمرور الهواء يعني، لذلك ينقص. هذا طريقة. ثم وكان الباقي يعني كثيرا هذا شرط. فإذا لو أضيف إليه شيء من يعني منقيات المياه، هناك يعني أشياء مواد كيميائية مواد كيميائية لو صب في الماء يعني قطرة أو قطرتان يصفو الماء صفاء كأنه يعني ماذا يقال؟ تمثيل كأنه يعني دموع. أصفل في المياه يعني أو المائيات الدموع كذلك يصفو بدون هذا لا ينجس لا يتطهر. يجب إما بنفسه يزول التغير أو بماء زيد عليه أو نقص عنه. إذن هناك يعني بيّن الإمام ابن حجر رحمه الله لو أضيف إليه شيء غير هذا الماء ثم زال التغير، فإذن ينظر في هذا الشيء هل هو ساتر أو هل هو مزيل. لو كان ساترا لا يتطهر، لو كان مزيلا يتطهر. يعني هناك على معامل لتطهير المياه، يجمع المياه الملوثة ثم ينقى، ثم بعد ذلك يعني هذا يعبأ ويباع
أخيرا يعني قرأت بعض الأخبار أن تطهير البول أيضا جميع بول الإنسان في يعني في ملعب أو هكذا من مضمون، ثم بعد ذلك هم تأخروا، فهؤلاء رجال كيمياء يقولون هذا بعد تطهير مثل الماء يعني يصلح للشرب أيضا، فإذا ممكن في المستقبل هذا يأتي ماء مطهرا أو منقع من البول، لكن هذا النجاسة يعني لا تتطهر، هذا حكم زوجي. هذا ما نعم لا يتطهر، النجس لا يتطهر إلا ما ذكر الفقهاء، يعني مثلا الخمر بالتخلل وهكذا، أما البول لا يتطهر أصلا. ثم هذا يعني طريق، ثم لو يطهر الدهن المتنجس، قال بعض الفقهاء لتطهير الدهن المتنجس طريقا، يعني هذا بالغسل يغسل الدهن، كيف يغسل؟ يعني هذا يؤخذ هذا الدهن في إناء ثم يصب عليه ماء أكثر منه ثم يخلط تماما، هذا يعني طريق غسل الدهن، ثم بعد ذلك يثقب في يعني أسفل الإناء، فإذا يسيل الماء أولا لأن الدهن يعلو الماء، فإذا هذا الماء يسيل، عندما يتم سيلان الماء هذا يسد ويستقبل، فإذا الماء الدهن يبقى طاهر، لكن هذا ليس براجع، هكذا قال بعض العلماء. ثم والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسهما، ثم ثانيها جري ماء على عيون، هذا الشرط الثاني. أولا ذكر خمسة شروط، الأول الماء المطلق، يعني استعمال الماء المطلق، الماء المطلق معناه الشرط الأول لرفع الحدث استعمال الماء المطلق، والثاني جري ماء على عيون مغسول فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا، هذا هو يعني جري ماء على عيون، هذا هو الغسل. أين هذا شرط الجري والسيلان؟ هذا في علو مغسول، أما الرأس هو علو ممسوح لا حدث إلى الجري بل يكفي المس. فإذا ما الفرق بين غسله ومسحه؟ يعني هذا ينبغي أن يسيل على الأقل قطرة من الماء من العلو، هذا هو الغسل، هذا يصب على العلو الماء ويجري حتى يقطر منه قطرة من الأقل، هذا هو سهل ولا يعتبر مسح، كما قال بعض الفقهاء التفريق بين المسح والغسل. فإذا جري ماء على عيون مغسول فلا يكفي أن يمسه الماء بلا جريان لأنه لا يسمى غسلا، ثم هو ثالثها ألا يكون عليه مغير للماء عليه أي على العيون، هذا هو الشرط الثالث، تغيرا ضارا كزعفران أو صندل خلافا لجمع، هذا سبق الإشارة إليه، يعني لو كان التغيير بشيء على العلو لا بأس به عند جمع، لذلك هذا الشرط ليس عنده بل هذا الشرط على القول الراجح. ثم المغير يعني لو كان مغيرا ضارا، لو لم يكن المغير تغيرا ضارا فلا بأس به، يعني التغير القليل بالخليط حتى لا يتغير اسمه فلا بأس به. ورابعا أن لا يكون على العلو حائل بين الماء والمغسول كنورة وشمع ودهن جامد وعين حبر وحناء وهكذا، فينبغي أن لا يكون حائل، يعني يمنع وصول الماء للبشرة، يجب جريان الماء على البشرة مباشرة، فإذا
رجل يعني لبس حائلا دقيقا جدا من هذا ولا قفاز او غيره، ثم غسل فوقه فلا باس به. لو كان يمنع الماء، يمنع وصول الماء الى البشره، لو كان شفافا لا يمنع وصول الماء الى البشره فلا باس، يعني ينفذ الماء من خلاله فلا باس. لو لم يكن هذا العلو هذا الساتر يعني شفافا لا ينفذ الماء من خلاله الى البشره فهو مانع لا يصح. هنا ذكر نور الشمع ثم وكذلك دهن جامد، دهن جامد يكون مثل الشمع، وكذلك عين حبر، عين حبر احتراز من لون حبر، ثم وحناية. أما لون حبر ممكن هذا يختل به الشرط الثالث، أن يكون عليه ألا يكون عليه مغير للماء. هذا حبر اللون حبر يختل به، يمكن أن يختل به الشرط الثالث، أما هذا بالنسبة إلى الشرط الرابع. كذلك عين حناية كل هذا يمنع. ثم بخلاف دهن جاري، جاري يعني ماء فلا بأس. لماذا؟ لأنه لا يثبت، بل يكون هناك يعني الدهنية فقط، وإن لم يثبت الماء عليه، يعني الدهن الجاري لو كان على العلو لا يثبت الماء عليه، بل يمس البشرة ثم يجري الماء بسبب هذه الدهنية، يعني بسبب الدسم هكذا يكون فلا بأس. وآثر حبر يعني بخلاف دهن جاري وكذلك آثر حبر، آثر حبر وحناء يعني لون حبر وحناء. وكذا يشترط على ما جزم به كثيرون أن لا يكون وسخا تحت ظفره، هذا شرط آخر، أن لا يكون وسخا تحت ظفر يمنع وصول الماء لما تحته خلافا للجميع. في هذا الوسخ تفصيل بعل منع صحة المي وبعل لم يمنع. ثم بعل فصل، لو كان هذا من عرق جسده فلا بأس، لو كان من غبار خارج فيضر. وهكذا يعني تفصيلات في هذا الوسخ الذي يكون تحت الأظفار ووصول الماء لما تحته خلافا لجمع منهم الغزالي والزركشي وغيرهما. هناك مكتوب غزالي وغزالي، هذا أحسن غزالي، لأنه يحكى عنه أنه قال لست غزالي، يحكى عنه أنه قال لست غزالي بل هو من قرية غزالة، هذا قرية غزالة بتخفيف الزاي. أما من يقول أنه غزالي بتشديد الزاي قال إن والده يعمل يتجر في الغزل. ثم فإذا من الغزالي والزركشي وغيرهما. وأطالوا في ترجيحه فصرحوا بالمسامحة عما تحتها من الوسخ دون نحو العجين. فإذا هذا امرأة يعني عجنت الدقيق مع الماء، فإذا دخل تحت أظفارها يعني هذا العجين فلا يفعل، على قول هؤلاء الأئمة فعلا. هم ذكروا هذه المسامحة في الغبار فقط ليس في العجين وأمثاله. وأشار الأذرعي وغيره إلى ضعف مقالته. لا كل هذا أنا ذكرته باعتبار العادة المرأة في قرآن مسيلمة الكذاب ورد هذه الكلمة العاجنات عجنات، هو أتى بالقرآن العاجنات عجنات.
وقد صريح في التتمة وغيرها بما في الروضة، وقد صرح في التتمة وغيرها بما في الروضة وغيرها من عدم المسامحة بشيء مما تحتها حيث منع وصول الماء بمحله. هذا هو الراجح. وأفتى البغوي في وسخ حصل من غبار بأنه يمنع صحة الوضوء بخلاف ما نشأ من بدنه، عنده هذا التفصيل في الوسخ. أما عند الإمام الغزالي وزركشي وأمثالهم ليس هذا التفصيل، سواء كان الوسخ من غبار خارج من بدنه أو نشأ من بدنه كلاهما سواء. وهذا ما نشأ من بدنه ما هو؟ وهو العرق المتجمد وجزم به في الأنوار. الإمام الأردبيلي جزم في الأنوار. وخامسها دخول وقت لدائم هدفه. الشرط الخامس دخول وقت لدائم الهدف. دائم الهدف يعني كسلس، سلس إما يكون سلس الحدث أو سلس الريح، يعني خروج الريح منه بدون استطاعته باللمسان، وكذلك خروج البول بدون استطاعته للإمساك، هكذا يخرج إما قطرة أو يعني قطرات بالمرض، أو يكون سلس المني أيضا، مني سلس المني أيضا يكون مرضا وبه يجب الوضوء. وهنا يعني نذكر يعني شروط الوضوء والغسل جميعا ذكرنا، لذلك هنا سلس المني والمدي جميع. لو كان سلس المني يجب للوضوء يشترط للوضوء دخول الوقت، دخول الوقت لكل صلاة هو، وكذلك ذكر مستحالتنا. فإذا المستحالة يعني تغتسل لكل، لا تتولى لكل صلاة بعد دخول الوقت، هي تتولى. ما سلس المني يغتسل، سلس المدي ورد في حديث أن علي رضي الله عنه أنه كان قال كنت رجلا مذاء، فإذا استحيا أن يسأل حكمه للنبي صلى الله عليه وسلم بمكانة ابنته، بمكانة ابنته، فإذا أمر المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال عليه فيه الوضوء. أعتقد أن هذا كان مرضا لعلي رضي الله عنه، فهذا يكون عادة إما بالفكر التفكر، مثل علي رضي الله عنه لا يتفكر في مثل هذه الأمور التي يؤدي إلى سلس المني، لذلك أظن أنه كان هذا مرضا له لبعض المندنا ومستحالة. ويشترط له أيضا لن دخوله فلا يتولوا كالمتيمم لفرض أو نفل مؤقت قبل وقت فعلهما. فإذا لا يكفي يعني دخول وقته حقيقة، بل لن هو أيضا هذا في العبادة يعتبر حقيقة الحج، ولن هذا الرجل أيضا. أما في المعاملات تعتبر الحقيقة فقط، مثلا رجل باع مال أبيه بلن أنه حي، لكن بعد ذلك ظهر أن والده مات قبل بيع ماله، فإذا يصح هذا البيع. لماذا؟ لأن هذا المال صار إليه بموت والده إرثا، ليس كذلك هنا، هنا يجب اللن وهذا حقيقة الحال قبل وقت غيره ولصلاة. فإذا حكم المتيمم أيضا هذا، ويتيمم بعد دخول الوقت لفرض أو نفل، هذا النفل فيه تفصيل مؤقت، ينبغي أن يكون النفل مؤقت، عندئذ يتولى بعد دخول وقته، قبل وقت فعله لا يجوز، قبل وقت فعله يعني قبل وقت جواز فعله، قبل وقت فعله بالنسبة إلى كل رجل يكون له وقت الفعل، وهذا ما أراد، بل أراد قبل وقت جواز فعله شرعا ولصلاة جنازة قبل الغسل، يعني قبل غسل الميت،
وبغسل الميت يدخل وقت صلاته لذلك وتحية قبل دخول المسجد قبل دخول بعد دخول المسجد هو يتولى ويصلي وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفروض وللرواتب المتأخرة إذا هل يتولى للرواتب بعد الظهر قبل صلاة الظهر لا يتولى بل بعد صلاة الظهر فقط فإذا يعني بعد دخول وقت الظهر هو تولى يصلي به النوافل القبلية وكذلك صلاة الظهر ثم ماذا يفعل؟ هذا هو ظاهر هذه العبارة لكن ليس المسألة هكذا ظاهر هذه العبارة يعني وللرواتب المتأخرة قبل فعل الفرض لكن تابعا للفرض يجوز له أن يصلي الرواتب المتأخرة إليه لو تولى ماذا كتبه هناك في الإعانة في هذا؟ أي ولا يتوضأ قبل فعل الفرض لأجل الرواتب أي بقصد استباحة فعل الرواتب ولو توضأ لأجل ذلك أن يصح وضوءه أصلا لأن وقتها إنما يكبر بعد فعل فإذا هذا التوضع الذي ذكر صاحب فتح المعين هو وضوء رجل لأجل الرواتب المتأخرة فقط أما رجل تولى مطلقا بعد دخول وقت الظهر يصلي الرواتب القبلية ويصلي فرض الظهر ويصلي الرواتب المتأخرة أيضا لو كان لاستباحة هذه الرواتب فقط يتولى فإذا هو يتولى بعد صلاة الله ولزم وضوءان على خطيب دائم العدد الخطيب لو كان دائم العدد يجب عليه وضوءان أحدهما للخطبتين والآخر بعدهما لصلاة الجماعة يعني لو كان الخطيب يصلي ولو كان رجل يصلي بالناس رجل آخر فلا بأس لكن يجب عليه ويكفي واحد لهما لغيرهما لو كان خطيبا يجب عليه وضوءان لماذا؟ للخطبته بعد خطبته يدخل وقت صلاته لذلك يتولى أما بالنسبة إلى غير الخطيب يدخل وقت الجمعة بالزوال يدخل وقت الجمعة بالزوال فإذا هو يتولى وضوءا واحدا قبل الخطبة أو بعد الخطبة في أي وقت هذا الذي قال وضوءان على خطيب دائم الهدد أحدهما للخطبتين والآخر بعدهما لصلاة الجمعة ويكفي واحد لهما يعني للخطبة والصلاة لغيره ويجب عليه الوضوء لكل فرض كالمتيمم كذلك دائم الهدد ماذا يفعل؟ يتولى لكل فرض وكذا غسل الفرج وإبدال القطنة التي بفمه والإصابة وإن لم تزل عن مولدها وكذلك يجب على دائم الحدث الإصابة الإصابة واجبة متى لو كان سلس البول أو لو كانت مستحالة أو سلس المني وهكذا أو سلس المذي أما سلس الريح لا يجب عليه الإصابة وهذا الإصابة لماذا؟ لئلا تنتشر النجاسة إلى جسده وإلى تصيب إلى وتصيب لئلا تصيب ثوبه أما سلس الريح لا يخاف منه هذا لذلك لا يجب عليه هذه الأمور يعني ماذا؟ إبدال القطنة التي بفمه كذلك غسل الفرج لا يجب على سلس الريح والإصابة وإن لم تزل عن موضعها وعلى نحو سلس مبادرة القطنة والإصابة يعني في قديم الزمان كانت شيئين أما في زماننا يوجد كلها يعني ملمة هذا تستعملها الحيل
كنا يستعملنا هذا، وكذلك لهؤلاء يعني الصبيان أن يستعمل هكذا إصابة مع الفتنة جميعا على حالته، فإذا يغير نفس الشيء. وهذا يجب لا سلس الدم يعني هو يعفى عنه بالصلاة، هذا سيأتي يعني مسألة الجرح لو لم يكن بفعله، لو كانت بفعله فلا يعفى عنه، لو لم يكن بفعله يعفى عنه وهذا يسير إلى بس ويسير، لكن هو لا يبلغ هذا الدم ولا يبلغ الريق المتنجس بالدم، لأن هذا يبسط فقط، أما سيلان بجسده فلا بأس. لا يقدم الحامل من الجن. ها؟ الحامل من الجن. هذا معقول يعني. معقول بالسنة. أما هذه السلاسة يعني بناقل الوضوء أو يعني موجب الغسل. أما على سيلان الدم من الجرح أو هكذا هذا لا يوجب الوضوء ولا الغسل. هناك يكون حكم النجاسة فقط، لذلك يوفى. وكذلك الإصابة وإن لم تزل عن موضعها، ولكن هذه التي ذكرت يعني هذه الإصابة والفتنة جميعا توجد في زماننا، لو كانت هذه الإصابة والفتنة كما ذكره الفقهاء ينبغي أن يكون يعني هذا القطنة بفم الفرج والإصابة فوقه، ينبغي أن تكون على هذه الهيئة، لا يكفي يعني مجرد إصابة يعني في داخله قطنة تعم هذا الفرج جميعا، بل ينبغي أن تكون القطنة بفم الفرج حتى لا تصيب النجاسة إلى موضع آخر أو إلى ثوب ولا تنتشر النجاسة هكذا، وإن لم تزل عن موضعها يجب أن إزالتها لأنها متنجسة لذلك. وعلى نحو سلس مبادرة بالصلاة بعد دخول الوقت يتولى ويبادر بالصلاة، فلو أخر لمصلحتها كانتظار جماعة أو جماعة وإن أخرت عن أول الوقت وكذهاب إلى مسجد لم يضره، فإذا يجب تأخير الصلاة لماذا؟ لمصلحة الصلاة، ماذا مصلحة الصلاة نظيرا؟ اندلار جماعة وجاء إلى المسجد متوليا بعد دخول الوقت، لكن ما حانت الجماعة اندلر قليلا، أو أن يندلر الجماعة تولى بعد دخول الوقت، ثم هذا ويستمع إلى الخطبة وهكذا يندلر، أو ممكن هذا الجماعة والجماعة أخرت عن أول الوقت كما يجري في زماننا، تجري خطبة طويلة جدا، على الخطباء يبرزون مهارتهم في الخطبة، ينبغي أن تكون الخطبة أقصر من الصلاة، يسرعون بالصلاة ثم